شكون فينا اللي ماشي الحلم ديالها يكون الشعر ديالها وديال بنيتها يكون مسبسب وحريري؟ اليوم جبت لكم وصفه اكثر من رائعه لكل من يعاني من مشكل ديال الشعر ديالو ناشف حرشي حالته حاله. غادي تشكريني على هذه الوصفه. ايها البنات ديروا شي حاجه اللي نتيجه غادي تاخذوا الكميه وغادي ديروا بحال هذا الشكل. نروضوا له هكا غديروا بحال هذا الشكل. السلام عليكم كبيدات ديالي، السلام عليكم يا احلى متتبعات ديال قناه كوثر فلوكس. نبداو النهار ديالنا ولا فيديو ديالنا بالصلاة والسلام على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وكلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كيف ما شفتوا في العنوان، اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفة ليكم والبنياتكم، شي حاجة اللي واعرة أكثر أكثر من رائعة. حيت بزاف ديال المتتبعات ديالي تيقول لي كتحمقنا ديك أكثر أكثر من رائعة. بالفعل البنات راكم كون دايرين حاجة وانا فرحانه بها. البنات جربت واحد كيراتين في الشعر ديالي، هو الاول يعني عطاني واحد النتيجه اكثر من رائعه، وجربته في الشعر ديال بنتي، زوين زوين زوين. البنات اللي شاف شعركم اتسحبوا واش مقدينو بالبلاك ولا دايره ليه استشوار، شي حاجه اللي واعره. واخا يكون شعركم البنات جيكس حرش ناشف جاف، زوين لكم ولوليداتكم. وخصكم تعرفوا واحد الحاجه، خصكم تهتموا اولا تهتموا بالشعر ديال وليداتكم بنياتكم فاش يكونوا صغيورين، حيتاش ما عندهم صغيورين. وهاد الوصفه ما خفتوا منها حتى شي حاجه، من عامين 3 سنين بنياتكم ديروا لهم الشعر باش يكبر رطب وقوي، وبداو لهم بالوصفات اللي يكونوا صحيه لهم وطبيعيه. بلا ما نطول عليكم، الا عجبكم الفيديو الكبيدات ما تنساونيش باللايك وبتعليقكم. ندوز لنشي المكونات. بسم الله على بركه الله. في اول مكونات اللي كنحتاجو هاد الوصفه اليوم، اول حاجه كنحتاجو هي بحال هكا اي حاجه عندكم، كاسرونه زليفه اي حاجه تستعملوها. اول مكونات اللي غادي نحتاجوها هي هاد الدهنه البنات ديال الجليسيرين، شي حاجه اللي زوينه 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 بزاف البنات. البشره ديالكم اليدين رجليكم هادي ما كنستغناش عليها بتاتا البنات، شي حاجه نتوما البنات دغيا كنساليها. بالنسبه للصغيره البنات كدير 12 درهم والكبيره لا ما خفت نكذب تدير 18 درهم. بالنسبه للبنات من الاحسن تعقوا تاخذوها من المتاجر الكبرى، احسن من مالي الماكياج ودوك الكراس وداكشي، خذوها من المتاجر الكبرى مثلا المرجان وداكشي راه معروف المتاجر الكبرى. بالنسبه للمكونات كل واحد غادي يدير على حساب الشعر ديالو او لا الشعر ديال الابنه ديالو او لا شعركم نتوما وليداتكم، يعني غادي ديروا القدر اللي غادي تحتاجوه. بالنسبه ليا انا هنا غادي ندير ملعقه يعني كبيره ديال دهنه الجليسيرين، وغادي نزيدو عليها نيفيا البنات. نيفيا شي حاجه اللي زوينه، ومن الاحسن تكون نيفيا هذه اللي تكون البنات هنايا عندها نيفيا مطبوعه، هي باش تعرفوها مزيانه حيتاش فيها لي مارك. كاينه نيفيا اللي ما تلقاوش فيها هذيك، وكاينه نيفيا اللي فيها. هذا هو المكون الثاني، كتخلطي الجليسيرين مع نيفيا غادي ديريها بحال هكا البنات، يعني كي قلت لكم على جهه شعركم انتما ووليداتكم، وكتخلطوا البنات. نتمنى كنتضح لكم الصوره مزيان. كتخلطوا المكونات بعضياتهم يعني الجليسيرين مع كريم نيفيا، تحركيه مزيان. بعد ما حركناها مزيان 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 البنات كنضيفوا لها مكون اخر وهو ياغورت طبيعي اللي يكون ناتشو يعني طبيعي، كيراتين رائع شتيه بوحديته البنات بديل البلسم، بلا ما تحتاجوا ديروا لا بلسم لا حتى شي حاجه للشعر ديالكم، غير دانون مسوس يعني كيخلي لك الشعر والزغبه مسبسبه. وعلى تجربه وشي حاجه كنقولها لكم ماشي هكاك، نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. غادي ديروا جهد ملعقه كذلك ونحركوا المكونات مزيان حتى يتجانسوا لينا جميع العناصر. كيف ما قلت لكم البنات هذه الوصفه ما خفتوا منها حتى شي حاجه لوليداتكم، ليكم فيها مكونات الا ما نفعتكم ما غاديش تضركم، وحتى انا راه بحالي بحالكم راه حتى كنجرب الحاجه وكتعطيني نتيجه علي كنبقى نشكر لكم فيها، راه ما كنجيش نشكرها لكم هكا، ولكن راه حتى كندير الحاجه وتنفرح بالنتيجه ديالو كيبطى عليا امتى نبارطاجيها معكم البنات. صافي من بعد ما كتحركي المكونات كيف ما كتشوفوا معايا البنات اخر مكونه البنات، وانتوما
لكم الاختيار بالنسبه لهاد المكونه البنات وهي الزيت. بالنسبه لي انا اللي كنستعمل وكتوافق لي الشعر ديالي والشعر ديال الابنه ديالي وهو زيت الزيتون البنات. جهد ملعقه صغيره ديال زيت الزيتون، اللي بيدير ملعقه كبيره، اللي بيدير زيت الكوكي ديال اي زيت، زيت الخروع، زيت الخزامه، اي زيت كترتاحي ليها ومتوفر عندك. بالنسبه لي انا عندي زيت الكوكو، عندي زيت ديال الخزامه الخروع، ولكن البنات بالنسبه لي انا هاد الوصفه شخصيا جربتها بزيت الزيتون، عطاتني نتيجه رائعه البنات، شي حاجه اللي زوينه وبزاف البنات. بلا ما نطول عليكم غنبقى نحركها باش ما يجيش لا فيديو طويل ثاني عليكم، نبقى نحركها مزيان البنات حتى تخليوها متجانسه وتولي كريمه وحده، ومن بعد نرجع معكم. المهم رجعت معكم بعد ما خلطنا العناصر المكونات كيف ما شفتوا معايا، الجليسيرين، نيفيا، وكتزيتو زيت الزيتون، وياغورت طبيعي، كتخلطي المكونات حتى كيتجانسوا لنا بحال هكا كريمه، من بعد كتطبقوها في الشعر ديالكم. طريقه الاستعمال غادي نديروها في مروتي. مروه سلام، كي دايره؟ لاباس عليكم طاطاتي. انا كنحبكم بزاف، واليوم ديروا لايك، واليوم حدي ليا واحد الوصفه ماما زوينه زوينه البنات. المهم غادي نوريكم طريقة الاستعمال في الشعر ديال لابرانسيس. يلا مروة نصوبوا الكاميرا. اول حاجة البنات في الشعر ديالكم اولا في الشعر ديال بنياتكم، كي تنقول لكم ديما تتقسموا الشعر على اربعة بحال هذا الشكل. مروة حيدي هذيك البندة باش ننجل لك الشعر كامله، غتشدي هذا النصف معايا باش نوري المتتبعات. من بعد هما ما غاديش نوريكم كلهم حيتاش غادي يجي طويل الفيديو، غادي نوريكم هي الطريقه، ومن بعد نتوما غادي تستعملوا. بالنسبه للبنات غادي تاخذوا الكميه وغادي ديروا بحال هذا الشكل. مروه دوري هكا هكاك، غديروا بحال هذا الشكل، يعني بحال هذه الطريقه. بحال هكا الشعر ديالكم يعني كاملو بزغبه بزغبه، ما تخليو حتى شي قنت، ويلا عندكم القصه حتى هي كلشي الشعر بحال هكا البنات. نتمنى تكون تتضح لكم الاضاءه بحال هكا الزغبه، ديروها باش الزغبه هكا ترطب نفس الشكل البنات الشعر كاملو. غادي تدهنوا بحال هكا. بعد ما كتدهنوه وكتطليوه الشعر ديالكم كاملو، عندكم البلاستيك ديال الشعر ديروه، ما عندكمش لهنا اختي لينا زيف حياتي البنات هي اللي كنستعمل وهي اللي كنديرو، شي حاجه اللي واعره البنات للشعر، كتخليوها البنات اليوم ان شاء الله غادي للحمام بصحتنا وراحتنا غادي للحمام، غادي نخليها في الشعر ديالها. دابا دابا غادي نبقاو 3 السوايع اللي نمشيو للحمام غتبقى في الشعر، باش ما خليتها نتوما البنات كلها طليطه على الشعر ديالها، حيتاش درت الجهد ديالها، حيتاش كي قلت لكم استعملتها انا وبغيت نديرها للابنه ديالي، شي حاجه اللي زوينه البنات. نتمنى يعجبكم لا فيديو ديالي اليوم، وما تنساوناش باش لايك الا عجبكم يد اللي بطبيعه الحال الا عجبكم، وكنتمنى البنات من الله انكم تجربت الوصفه اليوم ما غاديش تندموا عليها، شي حاجه اللي زوينه بزاف البنات. طلعوا ليا فريسكم كنحمق عليكم، انا كنحمق عليك يا طاطاتي القليبات ديما تقول تضحكني مع طاطاتي القليبات. طلعوا ليا فريسكم فيديو جاي ان شاء الله.